خليني ارحب بدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وعضو تنسيق شباب الاحزاب. مساء الخير يا فندم. الو يا فندم حضرتك سامعني؟ خيرات. سامع حضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك فندم. أهلا. اهلا بيك. طمني على قنا، ايه اللي حصل في قنا؟ تطوير الكرة، عندك كم قرية بتشتغلوا بالعرض زي ما انا بقول كده، اللي هو بنتكلم في غاز، في كهرباء، في مية، في صرف صحي، ولا بناخد كرة معينة نخلصها وبعدين ندخل في كرة تانية؟ الوضع ايه عند حضرتك في قنا؟ خلينا اقول لحضرتك انه طبعا في اطار المبادرة الرئاسية الخاصة بتنمية الريف المصري اللي بتستهدف طبعا زي ما حضرتك أشرت إلى تطوير الاحتياجات والخدمات للقرى المصرية. احنا عندنا طبعا في محافظة قنا نستهدف يعني حوالي 5 مراكز إدارية بتضم طبعا تغطي ما يقرب من 19 قرية رئيسية و67 قرية تابعة. هدف طبعا هو تطوير وإنشاء أو استكمال حسب طبعا ما تم رصده من احتياجات لهذه القرى من الخدمات الاساسيه. طبعا حضرتك مرينا بمراحل كان اولها متعلق بجمع البيانات الخاصه بالخدمات المتاحه للقرى وبالاحتياجات شمل كافه الاحتياجات اللي تتطلبها هذه القرى من خلال الرصد الميداني لحاله البنيه التحتيه وحاله الخدمات. وطبعا علشان نتعرف على الاحتياجات التنمويه بشكل اساسي، المرحلة اللي بعدها تم تحديد وترتيب هذه الأولويات، لأنه طبعا في بعض القرى مغطاة بالفعل في جزء من الخدمات أو جزء من البنية التحتية، سواء كانت فيما يتعلق بالمياه. جزء هنا تقصد يعني بالضبط اللي يعني هو ممكن يبقى في مياه لكن ما فيش صرف صحي. تمام. نعم. في كهرباء بس ما فيش غاز طبيعي وهكذا. تم تحديد هذه ترتيب هذه الأولويات بناء على الخدمات المتاحة وبناء على الاحتياجات. طبعا حضرتك المشروع طبعا سيتم تنفيذه بيستهدف عدد من المحاور اللي بيشتغل عليها. عدد الكرة والتفريعات اللي حضرتك قلت الأرقام دي تعتبر كبيرة ولا تعتبر قياسا بمحافظة قنا معدل؟ لو انا بقارنها على المحافظه بالمحافظه وبعدد المراكز فبتستهدف اكثر من 50%، لان انا عندي 9 مراكز. انا بغطي حوالي 5 مراكز عندي. العاصمه هتدخل ضمن تطوير ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات. تمام. يعني العاصمه داخله تطوير والقرى ايضا داخله تطوير عندك فين؟ بالظبط بالظبط كده. نعم. فنقدر نقول ان احنا بنستهدف اكثر من 50% من مراكز وقرى المحافظه خلال هذه المرحله. المرحلة الأولى من هذه المبادرة. نعم. المشروع حضرتك طبعا بيركز على عدد من المحاور. محور طبعا العصب اللي هو خاص بالبنية التحتية، الصرف الصحي، المية، الكهرباء، الغاز. أكتر خدمة هتستحوذ وقت، مش وقت يعني أقصد عدد كبير من الكرة احتياج ليها؟ الصرف الصحي طبعا. الصرف الصحي الصرف الصحي يبقى من ضمن الاحتياجات الكبيرة لهذه القرى ولها أولوية طبعا، لأنه بعد الصرف الصحي خلاص ممكن يبقى الغاز الطبيعي، الكهرباء، ده كله يعني يأتي في مرحلة مع الصرف الصحي. فالصرف الصحي طبعا هو ليه الأولوية في هذه القرى. نعم. المحور الثاني طبعا خاص بالخدمات متعلقة بوحدات صحية، مستشفيات، حسب الاحتياج. محور أيضا خاص بالطرق طبعا ورصفها. ومحور سكن كريم اللي هو بمسألة تنفيذ بناء وتأهيل المساكن غير المؤهلة. طيب المدارس أخبارها إيه؟ مدارس والمستشفيات إيه أخبارها في كرة قنا؟ طبعا في احنا عندنا المحافظة على المستوى الصحي عندنا مستشفى عام واحدة والباقي مستشفيات مركزية على مستوى المراكز. القرى ما بيبقاش فيها مستشفى واحده على مستوى محافظه قنا. مستشفى عام في العاصمه ومستشفى عام في نجع حماد. خلينا نقول حاجه يا دكتور حازم، كده في مستشفى ماشي، بس خلينا نقول حاجه وحضرتك معايا على التليفون. قنا من المحافظات المهمه جدا في مصر، وقنا حقيقه اهلها يعني ناس كرامه، وفي رجال اعمال تقال من قنا
يعني خليني اتكلم معاك بصراحه، في رجال اعمال تقال من هنا يعني، يعني اتصور برضو من إيه، معرفش ده ممكن تعملوه ولا لا، او من خلال حوار مجتمعي معاهم يعني، لازم الناس دي مش لازم، لكن يعني اعتقد المسؤوليه المجتمعيه بالظبط كده، لازم المسؤوليه المجتمعيه هنا تظهر لقريته لمحافظته. فين رجال الاعمال، رجال اعمال هنا فين من المستشفيات في هنا؟ لا يصح انه يبقى في مستشفى واحده او مستشفيتين، وما ينفعش رجال الاعمال على فكره يبقى ما عندهمش المسؤوليه المجتمعيه، دي حاجه كده زي ما بنقول يعني عارف اساسيه في العمل الاجتماعي. طبعا دور لازم كل يوم دور مهم جدا في المسؤوليه المجتمعيه تجاه محافظتهم. صحيح. طبعا متفق مع حضرتك، ولكن احنا بنتكلم على الوضع. صحيح. طبعا فيها عدد من المناطق السياحيه خاصه فيها طبعا معبد دندره. نعم. واللي بيحظى طبعا بعدد من الزيارات السياحيه للسياح القادمين من خاصه المقيمين اللي هم بيكون لهم زياره في الاقصر، طبعا نعم. بيتوجهوا نحو زياره محافظه هنا لزياره الاماكن والمواقع الاثريه الموجوده ليها بالتاكيد طبعا. لكن انا بتكلم على الوضع الحالي. نعم الوضع نعم انا معاك. في المستشفيات اللي هي موجوده 2 مستشفى عام وباقي المراكز فيها مستشفى مركزي، لكن الوضع طبعا ما يسرش في الوضع الصحي لانه في مشكله عندنا حتى المستشفيات اللي موجوده حاليا الوضع الخاص بيها سواء الخاص ببنيتها لا يعني لسه محتاجه تاهيل كبير على مستوى القرى. طبعا ما فيش مستشفيات، في وحدات صحيه بشكل اساسي اللي بتقدم الخدمه على مستوى القريه. ده بالنسبه لمستوى الصحه. اما بالنسبه للمدارس بقى دكتور، المدارس عندنا في بعض الاماكن اللي فيها متاح فيها مدارس وبعض الاماكن الاخرى اللي محتاجه مدارس، وبالتالي تم تحديد هذه الاحتياجات لبناء وتاسيس مدارس تخدم على هذه المناطق. هل المدارس يعني اكيد محافظه هنا زيها زي اي محافظه في مصر محتاجه مدارس اكتر؟ طبعا بالتاكيد محتاجة مدارس، ولكن زي ما بقول لحضرتك تم تحديد هذه الاحتياجات بناء على دراسة الواقع. نعم يبقى المدرسة بتغطي منطقة معينة بتخدم هذه المنطقة. نعم. في منطقة فيها مدرسة ابتدائي يبقى الأولوية تبقى لمدرسة إعدادي. طبعا بيتوقف على عدد السكان في هذه. صحيح صحيح. أنا بتكلم لأن أنا الحقيقة يعني أنا بشوف إن المجتمع المدني ورجال الأعمال دورهم تكاملي مع دور التنفيذي بالنسبة للمحافظة أو بالنسبة لأي للحكومة بشكل عام. فيعني محتاجين كده مدارس، محتاجين مستشفيات، سواء أنا بتكلم محتاجين بقى يعني وزارة الأوقاف كده مع الأزهر، الكنيسة، يعني اكيد الاماكن دي فيها فلوس ممكن يعملوا بيها مدارس، تكامل من جميع فيها تكامل ده مطلوب بالظبط كده. نعم. لتلبيه الاحتياجات اللي خاصه بالمحافظه او بالمنطقه او على الاقل كل واحد في المنطقه اللي هو بيقيم فيها او اللي هو منها. بالظبط. نعم. بالظبط كده بالتاكيد. صحيح صحيح صحيح. لو انا رجعت لحضرتك للمحاور اللي بنشتغل عليها كل هذه التصورات حاليا بيتم مراجعتها والتصميمات من جامعه جنوب الوادي لإعداد مخطط تفصيلي يتم تمهيدا لمرحلة التنفيذ. نعم. طبعا حضرتك هل مستهدف ممكن في خلال قد ايه الدراسة تخلص؟ هل بيتم حوار مجتمعي مع اهالي مع اهالي يا فندم دكتور حازم؟ هل بيتم حوار مجتمعي مع اهالي الكرة بحيث انه يعني تبقوا كده هم شوية يبقوا مشاركين معاكم في الأولويات؟ بالظبط. طب هقول لحضرتك. نعم. مهم جدا المشاركة المجتمعية في تحديد وترتيب الأولويات لأنه في الأول وفي الآخر المواطن هو اللي بيتلقى الخدمة. هو اللي محتاج الخدمة، هو اللي محتاج الطريق اللي هيمشي عليه، هو محتاج الصرف الصحي، هو محتاج المية، هو محتاج المدارس. فعلشان كده في لجنة للتنمية المتكاملة. نعم. على مستوى القرية، على مستوى المركز، على مستوى المحافظة. نعم. علشان تتابع تنفيذ هذا المشروع، ربما بإضافة مشروعات أو تعديل مشروعات. وعلشان كده عندنا، شوف أنا بكلم حضرتك على مستوى أصغر وحدة وهي القرية. نعم. في لجنة خاصة بالتنمية المتكاملة بتضم رئيس القرية، بتضم أعضاء
من التضامن الاجتماعي بتضم اعضاء من الجمعيات الاهليه، من الكوادر الشبابيه، من القيادات النسائيه، من القيادات الطبيعيه داخل القريه. هذا التشكيل بنفس المستوى على مستوى المركز يضاف لهم اعضاء مجلس النواب والشيوخ في نطاق المركز او الدائره الانتخابيه اللي هو موجود فيها. نعم. علشان طبعا حضرتك زي ما اشرت مش بس المشاركه المجتمعيه، لا، علشان يتابعوا معدلات التنفيذ بصوره دوريه اداء الراي فيها، فحتى لو تعلق بتحسين عمليه التنفيذ نفسها. هايل. لو مهم ان هو عارف يبقى مشارك عشان يحافظ جدا. عشان يحافظ بعد كده عشان هو مشارك بالظبط، لانه لما يكون مشارك هو بيساعد، هو المشارك هو الرقيب، بيساعد في انها تكون حلقه وصل مع المواطنين، لان هي ممثله من شباب القريه، من سيدات القريه. كمان علشان حضرتك يساهموا في نشر سير العمل نفسه في المشروعات اللي بيتم تنفيذها، وكمان تلقي اي شكاوى والتعامل معها بشكل فوري. فبالتالي مهم جدا انه يكون المواطن الدراسه هتخلص اخر الشهر ده، اخر شهر يعني. تمام. وهيبدا والبدايه هتبدا بعد قد ايه؟ ثم بعد ذلك نبدا في مراحل التنفيذ في هذه القرى، من خلال التنسيق طبعا مع الجهات المعنيه، جهات التنفيذ نفسها. نعم. نعم. على مستوى المراكز اللي ذكرتهم لحضرتك، وعلى تمام. مستوى القرى والرجوع. تمام. توفيق، وهنتابع مع حضرتك استاذ حازم. شكرا. هنتابع مع حضرتك. بشكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا. انا بتصور انه اكيد في ارض وقف فينا، اكيد يعني اكيد في كده حاجه تبع وزاره الاوقاف فينا، في حاجه تبع الازهر يقدر ان هو يعني يبقى جماعه تبرعوا رجال الاعمال. بتكلم هنا على المؤسسات الدينيه كمان، الكنيسه والازهر والاوقاف، ده برضو تبرع، برعوا مستشفى، محتاجين مستشفيات فينا، محتاجين مدارس فينا. يعني اعتقد انه المسؤوليه المجتمعيه محتاجه ان هي تبرز اكتر كمان في المحافظات.